تقارب كبير بين مجلسي النواب والدولة الليبيين عمل على دفع عجلة الحل السياسي في البلاد قليلا، حيث جرى الاتفاق على الإسراع في إنجاز المسار الدستوري والعمل بكل ما يلزم للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الأجال، وذلك متكئ على جاهزية الدولة الليبية أمنيا ولوجستيا واستعداد المفوضية العامة للانتخابات، واستغلالا لهذه الفرصة السياسية وتدعيما لمشروع القاعدة الدستورية، حث المجلس الرئاسي جميع الأجسام السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية والتي من شأنها تسريع التوصل إلى الحل الشامل. والآن فليتفضل معالي. بعد ساعات من توافق طال انتظاره بين مجلسي النواب والدولة الليبيين بهدف استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية للعملية الانتخابية وإعداد خارطة طريق جديدة، طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالضغط على الأجسام السياسية لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة. المنفي وخلال افتتاح فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية اعتبر أن حل الأزمة الليبية يكمن في استعادة الروح الوطنية وجبر الضرر، لافتا إلى أن تجاهل المصالحة وتقاسم السلطة لم يزد المشهد الليبي إلا تعقيدا. وطالب رئيس المجلس بضرورة إنجاز كل من مشروع المصالحة الوطنية الشاملة والقاعدة الدستورية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاق الانتخابي، مبيناً أن ما وصفها بالصيغ المجربة لحل الأزمة باءت بالفشل لأنها تجاهلت الحل وقفزت فوق مطالب الشعب إلى رغبات الساسة. بدوره قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي عبر تقنية الفيديو أن المصالحة الوطنية الليبية تشكل العمود الفقري للسير نحو الانتخابات، مشيرا إلى دعم الاتحاد لليبيا التي كانت لها دور رائد في تأسيس الاتحاد الإفريقي بحسب تعبيره، معبرا عن انزعاجه لاستمرار وجود القوات الأجنبية على الأراضي الليبية. وانطلقت مساء الأحد في العاصمة طرابلس فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، وشارك في افتتاح الفعاليات ممثلون عن مختلف أطراف العملية السياسية والمدن والمناطق الليبية، بالإضافة لرئيس بعثة الاتحاد الإفريقي وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ. ولكن الله ألف بينهم إن الضرر والعفو والمصالحة، إنه في استعادة روح الوحدة الوطنية الأخوية والعيش المشترك في هذا الوطن المعطاء، إنه والآن فليتفضل. من البيضاء أرحب بالسيد عبد الله الديباني، باحث قانوني ومهتم بالشأن السياسي الليبي. أهلا بك سيد عبد الله وشكرا لقبول الدعوة. سيد عبد الله، يعني ما جدوى فعالية دعوة المجلس الرئاسي للمصالحة الوطنية وسط حالة الانقسام والمحاصصة التي تشهدها البلاد؟ أولا أحييك وأحيي قناتكم الموقرة وكذلك المشاهدين الأكارم الذين يتابعونكم عبر هذه القناة من كل أرجاء الوطن العربي. حقيقة أن الأزمة الليبية هي أزمة دولية في ليبيا وليس هي أزمة ليبية ما بين الأطراف الليبية. للأسف أن جميع الأطراف السياسية في ليبيا هم أذرع لأطراف دولية لم تتوافق حتى هذه اللحظة على عملية الاستقرار في ليبيا، وبالتالي هي الآن تريد وضع أو بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه حتى تنبئ بما سيكون في المستقبل من شخصيات تمثل السلطة التشريعية وتمثل رئاسة الدولة وتخدم مصالح هذه الدول وتحكمها في المشهد السياسي الليبي ومقدرات ليبيا. اليوم لو قلنا أن المجلس الرئاسي بدأ يدعو للضغط، السيد رئيس المجلس الرئاسي والمجلس الرئاسي برؤوسه الثلاثة لا يوجد لديهم أي كروت ضغط على مجلس الدولة ومجلس النواب، خصوصا عند الرجوع إلى اتفاق جنيف وما نص عليه من مخرجات، فنجد أن السيد رئيس المجلس الرئاسي والمجلس الرئاسي وأعضائه هم أشخاص يقومون بمهام بروتوكولية دبلوماسية، وحتى الشرط الذي أعطي لهم أو أعطي لهم سندا كان مشروط على شرط واقف
ألا وهو إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس النواب، وبالتالي هذا شرط مقيد. أنا كنت جد ممنون أن مجلس الدولة ومجلس النواب اجتمعوا بإرادتهما المنفردة في القاهرة دون إملاءات من مجلس الرئاسي، لأن المجلس الرئاسي له جزء من خيبة الأمال وعدم استقرار البلاد، لأنه لم يفعل المصالحة الوطنية ومشروع المصالحة الوطنية إلا في الآونة الأخيرة. ونحن نعلم أن هناك فرق شاسع وبون شاسع ما بين المصالحة الوطنية وما بين المصالحة السياسية. المصالحة الوطنية تشارك فيها ليس الأطراف السياسية، لأن هي جزء من 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 هذا التشظي في الدولة الليبية، ولكن معلش ولكن هي مشاركة لكل المكونات الاجتماعية في ليبيا، لكل القبائل في ليبيا، وتكون بمكاشفة ومصارحة. يجب فيها أول شيء وضع العيوب ووضع الأزمات التي مرت بها ليبيا، يجب أن يكون لينتج عنه مخرجات، أهمها العقد الاجتماعي الذي يدعو إلى التعايش السلمي. نحن الآن في ليبيا نمضي قدما نحو التجربة الألمانية، عندما اتحدت الألمانيتين وضعوا دستور وضعوا فيه جميع التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، لأن نعلم جيدا أن في التفاصيل يكمن الشيطان ويكمن النزاع، وبالتالي وضعوا كل التفاصيل حتى لا يعودوا إلى الاحتراب فيما بينهم، وحتى يضمنوا التعايش السلمي للأجيال القادمة. هذا ما الآن في حدوث هذه الأزمة الليبية. أنا أرى أن المشهد يشابه المشهد الألماني، مع فارق في التكوين اللوجستي والبشري في ليبيا. هذه نقطة. النقطة الثانية، أحد الأطراف في الأزمة هو المجلس الرئاسي، أحد الأطراف هي حكومة الوحدة الوطنية، أحد الأطراف هو مجلس الدولة، أحد الأطراف هو مجلس النواب، وبالتالي هذه الأجسام لا يمكن أن يعول عليها لإقامة مصالحة تتم فيها مكاشفة، يتم فيها معرفة الظالم والمظلوم، يتم فيها معرفة المذنب والمسبب، ويمكن من خلالها أن يتم رد الضرر والجبر والعفو. كذلك غياب كامل في هذه الملتقيات لأولياء الدم الذين خسروا أبنائهم وعائلاتهم من جراء هذا الاحتراب. هذه هي الحقيقة، وبالتالي لا يمكن أن يجمع كل الأطراف السياسية المجلس الرئاسي، لأن لا يوجد لديه أدوات القيادة. هذه حقيقة، وللأسف أنه جاء كنوع بروتوكولي موجه، أو كأنه مظاهري خارجي، لا يوجد لديه أدوات التحكم والسيطرة كصفة التي يحملها وهي مجلس رئاسي. هذه نقطة. النقطة الثانية، نحن اليوم الأزمة الليبية قبل المصالحة، الأزمة الليبية تريد نوع من أنواع الاستقرار. نحن الآن رجعنا إلى مربع ما قبل الاتفاق السياسي، ألا وهو الانشطار الموجود في السلطة التنفيذية، وهذا الانشطار لا يمكن أن ينبئ بأن تقوم انتخابات أو أن يتم في هناك استقرار لوحدة البلاد. وحتى قرار مجلس الأمن يثبت هذا الأمر. مجلس الأمن عندما نص على قراره الأخير على ليبيا، نص في بداية بأن تكون هناك رقابة على العوائد النفطية وتوزيع كامل وشامل وعادل على كل الأرجاء الليبية، كذلك عائدات النفط، وكذلك نص على ضرورة ترميم خارطة الطريق. من يقول أن خارطة الطريق التي استخرجت في جنيف هي خارطة صحيحة وسارية المفعول، فهو حقيقة ظالم للشعب الليبي وظالم لنفسه وظالم للمرحلة التي يعيشها ليبيا. طيب سيد عبد الله، يعني اسمحي لي لإكمال النقطة، لإكمال هذه النقطة، وكذلك لا يمكن القول بأن هذا المخرجات هي صالحة. نحن نعلم أن هذه المخرجات انتهت في منتصف يونيو السابق، وبالتالي يجب علينا أولا، وكما جاء في قرار مجلس الأمن الذي يعتبر منهجية للمرحلة القادمة لكل الأطراف السياسية الليبية والبعثة الأممية في ليبيا، أنه يبدأ يجب ترميم هذه الخارطة، وترميم هذه الخارطة هي بإرجاعها إلى الجهة التي أصدرتها، والجهة التي أصدرتها للأسف باءت فيها ملفات فساد وشبهات رشاوي وتقلد للمناصب، وباعوا هذه القضية الوطنية، وبالتالي يجب إعادة تشكيل لجنة الحوار. نحن نعلم أن السيناريوات القادمة هو تشكيل لجنة حوار، أو السيناريو القادم الآتي لليبيا في المرحلة القادمة، ويمكن أن يبدأ تنفيذه في منتصف 2023، ألا وهو تشكيل لجنة حوار تكون على غرار أو على شكل المجلس
المجلس الانتقالي سابقا، ولكن بتسمية لجنة حوار تكون كرتا ضغط لتشكيل حكومة مهامها محددة في الانتخابات وإخراج قاعدة تشريعية ودستورية في حال عدم خلاف وعودة الخلاف ما بين مجلس الدولة ومجلس النواب. وبالتالي أنا أرى أن مجلس الدولة ومجلس النواب سيعودون للاختلاف من جديد، ولهذا سيكون على البعثة تشكيل هذه اللجنة بناء على التقارير التي نسمعها ونقرأها تارة هنا وتارة هناك. وبالتالي أنا أرى أن لجنة الحوار القادمة ستكون مهامها أصعب، وكذلك التمثيل للمستقلين سيكون أكثر، والعدد سيكون يقارب 150 عضوا. هذه هي المشاهد القادمة. أما المصالحة لن تقوم طالما هناك تشظي وانشطار للأطراف السياسية، وكل منها يسعى بسبب عدم التوافق الدولي يسعى للبقاء أكثر مدة في تحت الأضواء في المشهد السياسي الليبي. نعم سيد عبد الله، كان بودي أن أتناقش معك أكثر حول هذا الموضوع لكن انتهى وقتي، أعذرني. من البيضاء كنت معي السيد عبد الله الديباني، باحث قانوني ومهتم بالشأن السياسي الليبي، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا، قضايا جديدة وملفات أخرى نناقشها الاثنين المقبل، إلى اللقاء.